يزخر العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالعديد من الإنجازات الوطنية المتطورة، وقد كان المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني باكورة المنجزات السياسية للمملكة، والتي أثمرت عن تبلور المجلس الوطني للمملكة بغرفتيه النواب والشورى. الزميل يحيى العمري وتفاصيل أكثر عن هذا المشروع. منذ ثلاثينيات القرن الماضي والبحرينيون يمارسون الديمقراطية التي كانت ولا زالت نهجا أصيلا للحكم والتعايش على هذه الأرض الطيبة، إلى أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، وبدأ مرحلة متقدمة من النماء والتقدم السياسي في البحرين. ومنذ بداية عهده الزاهر أيده الله، حمل معه رغبة أساسية لإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار بشكل عصري من خلال المشروع الإصلاحي النير وميثاق العمل الوطني الذي هو محور التنمية الوطنية التي جاء المجلس الوطني لتجسيدها. خارطة العمل الديمقراطي في البحرين تبلورت من خلال تكريس الممارسة الواسعة للعمل البرلماني بغرفتيه الشورى والنواب بمشاركة مختلف فئات المجتمع، وهذا ما أكسب المجلس الوطني سنده القانوني لأن يكون موجودا على أرض الواقع. مظلة المجلس الوطني المظلة التشريعية الأم في مملكة البحرين، حيث يعقد المجلس الوطني اجتماعه في بداية كل فصل تشريعي جديد بدعوة من عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إذانا ببدء فصل تشريعي جديد لمجلسي الشورى والنواب. مجلس الشورى وفي ظل تجاربه الديمقراطية المتراكمة لعب دورا هاما في خلق مناخ ديمقراطي فاعل في البحرين وبيئة صحية من العمل السياسي الناضج والحكيم. وقد جاء مجلس النواب ليكون رديفا للعمل الديمقراطي في مجلس الشورى في تكريس مباشر لمبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. هذا الإرث الديمقراطي الوطني إرث تليد وشعلة من التحضر والتطور يحملها البحرينيون مسؤولية مشتركة تعبر عن نضج ووعي وتفاهم كبير في أجواء من الحرية والانفتاح والتعايش السلمي.